سيارة جميلة، ويوم آخر عادي لباربي الفقيرة. أولا انتبهي. توقفي، عليك أن تبطئي. أولا حادث هنا. أولا أنت مصابة. لكن هل باربي الغنية بخير؟ يبدو أنها لا تزال فخمة ومتفردة كالعادة. محلا، هناك ابتزاز، يبدو أنها تخطط لشيء. هيا بنا. باربي الغنية مغطاة بالبراز، كيف تجرؤي على فعل هذا؟ العدالة قد تحققت. إهداء يا فتيات، معركة بين الغنية والفقيرة. في هذه الأثناء كلتا باربي رهن الاعتقال. ها؟ لكن لماذا؟ هذه منطقة ممنوعة من الحوادث. لا لا. أو نعم، وأنتما أيضا رهن الاعتقال. مرحبا بكما في السجن. أخرجوني. أخرجوني. لا يمكن للفتاة الغنية أن تهرب من السجن حقا، لكن هذه زنزانة السجن VIP. انظروا، كل شيء يلمع ويتلألأ هنا. هل أعجبتك؟ أحببتها؟ ها؟ ساعديني، نرى ما يحدث. يك، جراثيم. أنا أعرف، لنقشط كل هذه الأوساخ من شعرك باستخدام هذه الأداة. ياك، مقرف. الآن اجلسي هناك لبعض الوقت، حان وقت قناع الوجه الذهبي. هل يمكنني الحصول على واحد أيضاً؟ يا لك من محظوظة، هناك قناع صغير ذهبي للوجه جاهز. تفضلي. كل ما عليهما فعله هو الاسترخاء وانتظار الأقنعة لتقوم بسحرها. حان الوقت لنلقي نظرة. واو، وجوه نظيفة ومنتعشة، تحول رائع. أنا جميلة جدا. ادخلي إلى زنزانتك. من فضلك. لا، أخرجني. هذا مستحيل الآن، لنقوم بجولة في الزنزانة. الزنزانة مليئة بالمفاجآت الكريهة. لقد اعتدت على الرائحة الكريهة على أي حال. لا بأس، حسناً، دعوني أتفقدك. يك، هل هذه ديدان؟ أولا، باربي متسخة جداً. ساعديني. أوف، ما هذا؟ هل جلست على شيء ما؟ أوه، انظروا، فرشاة سيليكون، يمكنني استخدام هذا. بالطبع، يجب تنظيفها أولاً، ثم نرش رغوة الصابون. نعم، هكذا، الآن أفركي وجه باربي لتنظيفه. لنرى. وجه باربي اختفى. أنا آسفة جداً. هذا مكياجها، سأعيده على وجهها. آمل أن ينجح هذا. حسناً، لنشطف. لقد عدت. وأنت جميلة كما كنت دائماً. وقت العشاء. من أين تأتي هذه الرائحة؟ هل يمكن أن تكون باربي؟ ياك. لماذا حظي عاثر؟ الخادم سوف ينقذ الموقف. حوض استحمام أنيق لباربي. تفضلي يا سيدتي، لماذا استغرقت كل هذا الوقت؟ تفقدوا هذا، مجهز بخدمة فاخرة. الآن دعونا نعطي باربي حماماً، ليس حماماً عادياً، بل شيئاً خاصاً جداً. قناع حمام ذهبي لكامل الجسم. الآن دعونا نرى النتائج. دعونا نزيل قناع الحمام الذهبي. أشعر بأنني جميلة بالفعل. واو، رائع، هي نظيفة ومنتعشة الآن. هذا رائع، ورائحتك رائعة أيضا. واو، حمام السجن هذا مذهل. هل تسمع ذلك الصوت أيها الخادم؟ ها؟ أنتم مراقبون.
إنها الفتاة الفقيرة في الزنزانة المجاورة. الاستحمام في السجن أمر مريب، لكن ليس مستحيلاً إذا كنت بحاجة ماسة له. حسناً، لنبدأ بهذا. الآن سنلصق ورقة جدران المزخرة لنحصل على زجاجة غراء ونفتح الغطاء. سنملأ الغطاء بعض الطين الأبيض وندخل بعض الثقوب فيه. هذا جيد، لأرى. سأخذ واحدة من هذا. الآن دعونا نلصقهما معا. واو، هل هذا دش؟ وستارة دش أيضا. الآن يمكن لباربي أن تأخذ دشا في الخصوصية. دش في السجن، يا للإبداع. لا 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 لا. جرب استخدام هذا يا سيدتي. يبدو أن حلق شعر باربي هو الحل الأمثل. على أي حال، إنه ملتصق. هذا أفضل، لكن مهلا أيها الخادم، تعال افعل شيئا سحريا. يمكن للخادم أن يتقيأ دبابيس ذهبية لامعة، مثالية للمظهر الجديد لباربي. أحببتها. واو، أقراطي المتدلية، مثالية. دعونا نصنع تسريحة منها. ألا تبدين رائعة؟ حقا مذهلة، شعر ذهبي جميل وتسريحة أجمل. فأر؟ لا. أولا، ماذا حظ شعرك الثمين؟ لقد دمر. لدي فكرة. ماذا حدث؟ سأستخدم هذه الجريدة وأقطعها إلى شرائح رفيعة. أترون هذه الشرائح التي لدينا؟ مثالية. الآن سأستخدم شفرة المقص لأجعلها مجعدة، وسوف نلصقها واحدة تلو الأخرى على رأس باربي. رائع، لجعلها أجمل سوف نصبغها باللون الوردي. واو، تفقدوها. شعر وردي مجعد مصنوع من الجريدة. أنا جائعة جدا، ربما أستطيع أن أجد بعض الطعام في القمامة. علبة؟ لا. سمكة؟ لا. ساندويتش. أشعر بالبرد الشديد. أعرف ما يجب فعله. انتظري، لقد فقدت شهيتي. هيا لنبدأ العمل. باستخدام هذه الرقائق الألمنيوم يمكنني صنع تنورة لك. لنرى، يمكن أن تكون علبة الأقراص المضغوطة مفتوحة أيضا. قطعة صغيرة هنا وهناك، وهكذا صنعت لك حمالة صدر. نضيف المزيد من الرقائق للدعم. ألا تبدو جميلة؟ ملابس مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ليس فقط لباربي بل أيضا ملابس للمخلوقات الصغيرة. هذه فساتين قديمة جدا. حسنا، هذا محبط، لكن باربي بحاجة إلى ملابس جديدة. انظروا، هل هذا ذهب؟ نعم، إنه كذلك. لدي فكرة. لنرى ما لديك. موقد وقدر وذهب. إنها تشعل النار وهي تذيب الذهب. هذا يحتاج المزيد. أيها الخادم، أعطني بعض الذهب. أعلم أن لديك من. لكن يا سيدتي. حسناً، ما هو سن الذهبي؟ مثالي. الآن دعونا نحرك ذهبنا المذاب الثمين. يا له من مسكين. واو، ما هذا؟ فستان ذهبي. أوه،
أجففه باستخدام مجفف شعر. انتهيت، أنا عبقرية حقا. فستان ذهبي رائع، لنجربه. واو، هذا يبدو رائعا للغاية على باربي. هذا الفستان أصبح المفضل لدي الآن. هل أنت سعيدة؟ سعيدة جدا. أوتش. ها؟ حسنا، اهدئي، سأعتني بالأمر، سأنزعها. انتهيت. ربما هذا يمكن أن يساعد يا سيدتي. رائع، صندوق أحذية سحري. ماذا يمكن أن يكون بداخله؟ شريط نانو. لنرى. ننشره ونسكب عليه بعض النجوم الصغيرة، ثم نلفه مجدداً. لنقصه لنصفين. الآن يمكن أن يكون هذا النعال السفلي. لنضف حزاماً لكل منهما. واو، حذاء بكعب عال مصنوع من شريط نانو. أنيق، تتناسب تماماً مع فستان باربي الذهبي. يوم آخر في السجن ولا شيء للقيام به. أوه، جمع أذن كثيف. لكن أتعلمون ماذا؟ لدي فكرة. يمكن أن تصنع كتلة الشمع هذه حذاء جيدة. نحتاج للمزيد من شمع الأذن لصنع زوج آخر. نشكله بشكل جيد على قدمك. من كان يعلم أن تشكيل شمع الأذن يمكن أن يكون ممتعا لهذا الحد. انظروا لذلك، أليس ذلك جذابا؟ لنستخدم عود الأسنان. نستخدم الأطراف الحادة ككعب، لنغمسهما في الطلاء الأخضر. تفقدوا ذلك، أحذية بكعب عال مصنوعة من شمع الأذن. حسناً، طالما أن باربي سعيدة. نقوم بتمشية الكلب معاً. ابتسمي للمصورين. لا أستطيع ارتداء هذا الآن. بالطبع لا داعي لذلك، أنت لبية غنية. أنسيتي؟ لديك مجموعة من الأحذية، الآن اختاري ما يناسبك. أوه، واو، لدي الكثير منها. لذا حسناً، هذا اختيار جيد، ارتديها. ما رأيك؟ أعجبني، لنلقي التحية على معجبينا مجدداً. أوه، إنها باربي. أتعتقدين أن لدي ما يلزم لأكون عارضة أزياء؟ ها؟ لماذا أنت حافية القدمين؟ هل نسيت أننا فقراء؟ لا يمكننا شراء الأحذية. لست فقيرة جداً لشراء مسدس غراء. هذا؟ فقط انتظري. حذاء جميل، انظروا كم هو أنيق. أتريدينني أن أشرب هذا؟ ها؟ لا، أنا أريك أنه يمكننا أن نفعل المزيد باستخدام هذا. ضعيه الآن. أمتأكدة من هذا؟ الآن بعض الطلاء اللماع. رائع، انظري، هل أعجبك؟ سأجعلك تعانين. كيف؟ خذي هذا. أوه، عليك قضاء حاجتك. هذا هو مرحاضك. لهذا السبب لا نأكل الفلفل الأحمر الحار. هل تشمين هذا؟ مهلاً، يمكننا صنع شيء بهذا. أوه نعم، نغمس تلك المصاصة العادية في الشراب الذي لهذا. نغطيه جيداً، ثم نقوم بتدويره في المنتج النهائي. أوه، لذيذة جداً، أكلتها كلها. ماذا؟ لم تتركي لي شيئاً. حسناً، سأكل هذا. كله لي. مقرف. لست متأكدة مما يجعلني أطلق الغازات اليوم. لقد شربت للتو بعض الحليب. نعم، من هذه الزجاجة. أوه، هل الحليب فاسد؟ يمكنني شربه على أي حال.
الآن إذا تسبب شرب هذا الحليب في اضطراب معدتك، ربما يمكن أن تمنحك هذه الزجاجة بعض الراحة. أوه، أرى أن حرفة يدوية أخرى ستنجز. ما هذا؟ تدا، مرحاض يدوي الصانع. رائع، كم هذا مبدع. لأقوم بمهمتي. أوه، انظروا لهذا، حلوى طويلة. أتريدين القليل؟ لا، هذا ما تفعله الدمى الغنية عندما يردن حقيبة جديدة. نحشيها بالكثير من الأشياء إلى أن تتمزق. تدا، أنا الآن بحاجة لحقيبة جديدة. أيتها الفتاة الغنية، تعالي إلى هنا. ماذا هناك؟ أتحتاجين لشيء؟ انظري، ألا تعتقدين أنني بحاجة لحقيبة جديدة؟ لقد خربت، رخيصة جدا. حقيبة جديدة؟ ماذا عن حقيبة ظريفة ولطيفة؟ المعذرة، ما هذا الشيء؟ حقيبة ظهرك تكوت إسفنجية. إنها عشوائية جدا، لكن لا بأس. مرحبا باربي، لقد صنعت نسخة يدوية من حقيبة الظهر الشهيرة التي ترتدينها. أين هي؟ حسنا، حقيبة الظهر اللطيفة التي لا فائدة منها هي الموضة الرائجة الآن. ألم تسمعي بذلك؟ يا إلهي، ستمطر. حقيبة ظهر يدوية الصنع من الورق المقوى. تحفتي، لقد تدمرت. أنت مسكينة. فاشلة. ها؟ أو لا، حقيبة ظهرك لقد تدمرت. لا تقلقي، لقد سمعت أن هناك موضة جديدة لحقائب ظهر الدمى، لذا دعينا نصنع واحدة لك. هل أنت متأكدة من هذا؟ بالطبع، إنها شائعة. تدا، لم ننتهي بعد، لكن القطط لديها طريقة لجعل الأشياء تبدو أكثر جاذبية. لنضع هذا، حقيبة ظهر إسفنجية لطيفة، تماماً كالتي لدى بوربي، بل حتى أفضل. أنا متأخرة. سيارة سريعة، مشروب بارد، كانت ينقص أيضاً. أو لا، كيف تجرؤ؟ أو لا، فستانك. لا تقلقي، لدي فكرة. هذا لا يبدو على ما يرام، يمكنني أن أغير بنفسي. كما تعلمين، هل الفساتين المطرزة جميلة؟ ما رأيك؟ حسناً، لماذا لا تجربيهم؟ ابدأي بهذا اللون الأرجواني. واو، براق، رائع. حسناً، حسناً، بدأت أشعر وكأنني دمية غنية الآن. سأقضي حاجتي هنا. لقد هزمناك. لماذا يحدث هذا؟ مهلا، إذا استخدمنا مهاراتنا اليدوية وهذا الكأس وقلم، يمكننا عمل كتالوج ملابس لك. فقط نرسم فستانا واحدا ثم نقصها، نرسم بعض القلوب ونضيف بعض الألوان. أترين هذا؟ يمكنك اختيار ما تريدين. الآن يمكننا العثور على جوارب تناسب اختيارك. مذهل. لحظة، أنا أستعد لأهم عملية جراحية إطلاقاً. الآن لنرى ما الذي يجعلك بائسة. هذا لن يضر. ماسة ذهبية. أنت غنية الآن. الآن لنمنحك دشاً من اللماع. رائع. فتاة غنية مجنونة. على الرحب والسعة. ما هذا الضجيج؟ اهربي. لدي فكرة، ماذا لو جهزتك بأجود الأسلحة التي يمكن أن أجدها؟ الآن يمكنك الدفاع عن نفسك. تعال وقاتلني أيها الغبي. لقد هزمته، أرأيت ذلك؟ بالطبع. شخص ما يتبعني.
ساعديني حقيبتي أعدها. أمسك توب، أين تعتقد أنك ذاهب؟ أعطني هذا، ارحل، حصلت عليها، خذي. شكراً، أيمكنك فعل شيء حيال ذلك الوحش؟ حسناً، سؤال جيد. رذاذ صغير لإخافة الوحش، استخدمي هذا كسلاح. حسناً، سأرى ما إذا كان هذا يعمل. رائع، ذاب الوحش، يمكنني استخدام ما تبقى منه كقبعة. ياي، مذهل. هل تحبني؟ بالتأكيد، لكن معدتك تدمدم. أوه، سأفكر في الأمر. لقد ذهب، افعلي شيئاً. حسناً، لدي هذا، لذا ابدأي. كل ما نحتاجه هو لفة رومانسية. ماذا عن نزهة مع الكثير من الطعام والألعاب؟ لكنه ليس نباتياً. ماذا الآن؟ كل ما عليك هو تناول الأشياء النباتية المعتادة وإعطائه برجر. لحم بقري نقي. يمي، انتهيت. ها؟ قشر ماوز. شكراً على الطعم يا حبيبتي. مشاغبان. هذا زلق. لا تقلقي، دعيني أبهجك. سأجعل رحلة التخييم هذه مميزة ولا تنسى. باستخدام هذه وبعض المهارات اليدوية، يمكننا صنع مقلاة صغيرة. ابتعد في الوقت المناسب. كنا نحتاج لطفي شيء من الطعام. تدا، شهي ونادر. الرائحة زكية، أشعر بالثراء. خذي، تذوقي، سيعجبك. ترى إذا كنت سوف تسقطين في المرحاض. أوه لا، لقد وقعت. أمي، سقطت باربي. ارفعيها من فضلك. لا يا عزيزتي، فلنتخلص منها فقط. هناك. ولكنني أحب هذه الدمية. سوف تعجبك هذه أكثر. باربي جديدة ونظيفة. فلنفتحها ونرى. رائع، باربي حرية البحر. أمسكي بهذه، هناك مفاجآت أكثر قادمة. الآن اغمسيها في الماء وانتظري. رائع، تغير لونها. أحب اللون الأرجواني. ويمكنك إضافة بعض الزعانف والثلج أيضاً. جميلة، أليس كذلك؟ لا 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 لا. ماذا؟ ما هذا؟ ساعدوني. ما هذا؟ هل تعتقدين أننا يمكننا إنقاذها يا أمي؟ قادرة. ربما نتمكن من إنقاذها. نلف ساقها بشريط لاصق. سوف تتحول إلى حورية بحر رائعة في وقت قصير. ها هي. ما رأيك؟ أحببتها. ما الذي يعجبك أكثر؟ لنتحقق. يبدو أن لدينا موقفا لزجا هنا. لدي الحل. ما تلعبين بالمخاط؟ فهمت. ماذا عن لعبة مخاطية تماما مثلي؟ لنرى ما بداخلها. مكان
لسيدي مخاط يا باربي. الآن ارضع دماغه ونتأكد من أن المخاط متماسك. ياي! أليس ذلك ممتعاً؟ أمي لديها الكثير من المخاط، يبدو مثل الآيس كريم الناعم، لكنه يبدو لذيذاً. لماذا تأكلين ذلك؟ ماذا؟ لا! ما خطبك؟ أنا أعرف، ترغبين في اللعب بالمخاط. نمزج مزيجاً من الغراء وبيكربونات الصوديوم ومحلول العدسات في وعاء. نمزجه جيداً. الآن باستخدام بعض الحيل اليدوية الخاصة بنا، نضع المخاط في وعاء زجاجي محكم الغلق ونزينه. انظري ماذا لدي لك. لا، مخاط أرجواني لامع. حلو جدا. ويمكنك إدخال مخاط اليونيكورن من هذه الفتحة. ما هي اللعبة التي تفضلونها؟ أمواس حلاقة. هذه ليست ألعاباً. ماذا تفعلون؟ أو لا، أرى أمي تفعل ذلك، لماذا لا أجرب؟ إنها ليست فكرة جيدة. دم أمي! يا أمهات، يجب ألا تتركوا الأشياء الخطيرة بدون مراقبة. ألا يجب عليك تنظيف ذلك أولاً؟ أنا مشغولة، لكن يمكنني أن أعطيك لعبة. السعادة سوف تجعلك تنسي ألمك. لعبة الدجاجة. أنظروا، ريشها ينمو. تأتي مع موس حلاقة للعب، آمنة وممتعة. أنظري، يمكنك أيضاً صنع البيض. واو، رائع جداً. هل يمكنني أن أستعيرها؟ لا يمكنك. البكاء لن يحل أي شيء، ولكن أنا يمكنني باستخدام ملقة ملح وفلفل. أغطية زجاجات بفتحات مفكوبة وبعض العمليات المعقدة التي يمكن فعلها فقط بواسطة الكبار. يمكنني صنع لعبة تشبه تماماً تلك التي تحبينها. إنها تتطلب فقط الكثير من الجهد والخيال. فقط انتظروا وسوف ترون. تدا! ها هي. نضع بعض الصلصال في الداخل. هل أنت مستعدة؟ تحققي منها. الآن يمكن عمل تسريحة شعر. ياي! ماذا؟ ما هذا؟ قذر! أدري يا أمي، ساعديني في إزالته. علي رشوتك بلعبة، أليس كذلك؟ لنلعب. ما رأيك في عدة طبيب الأسنان؟ ثم نفرج أسناننا بعدها. هل يمكنك تجميعها جميعاً؟ بالطبع يا أمي، هل سوف تساعدينني أيضاً؟ فقط بعض الأقواس الجميلة ونكون قد انتهينا. ربما يمكنك الآن تنظيف أسنانك. لا، شكراً يا أمي. دعيني أريك ماذا سيحدث إذا لم تفرشي أسنانك. حسناً حسناً، سأفعل ذلك. هل فعلاً صعب جداً تنظيف أسنانك؟ إنه صعب جداً. أنا أعلم، سأصنع لعبة سوف تجعلها ترغب في تنظيف أسنانها باستخدام الورق المقوى والورق الملون وقطع فنية.
وبعض الزهور الصغيرة وبعض العناكب البلاستيكية. قد يكون ذلك ممتعاً. هل تريدين معرفة ماذا سيحدث إذا لم تفرشي أسنانك؟ تنمو العناكب في فمك. أوه لا! لهذا السبب يجب تنظيف الأسنان. إنها ليست صعبة. الآن دورك. فرشي بشكل جيد. حسناً. أطباؤنا الصغار جاهزون. لنبدأ العملية. أوه لا! قطة صعدت على طاولة العمليات. ربما تحتاج إلى مساعدتنا. لنجرب إجراء عملية لها. توقفوا! أبعدوا الأشياء الحادثة بعيداً عن الأطفال أيتها الأمهات. لدي فكرة. لنرى. ستحبين ذلك. هذه هدية لتسعدك. واو! أحببتها يا أمي. سعيدة أنها عجبتك. وأنا. العملية ناجحة. شكرا يا أمي. هل يمكنك إسعاد طفلتي؟ بالطبع أستطيع. ليش دمار كاف لشراء لعبة لي؟ لنصنع مريضا لمحاكاة عملية لك. سأساعدك في ذلك. نقص الجزء العلوي. نفرغ اللب. نضع بعض الوحل في الداخل وبعض خيوط الشعر وبعض المفاجآت المخبأة أيضا. ونرسم وجها مريضا. إنه بحاجة إلى عملية جراحية. لنرى ما الخط في دماغه. سأفعل ذلك بالنيابة عنك. فهذا حاد جدا. واو! هذا مرعب. تفضلي. ربما تجدين بعض المفاجآت. ياي! أمي! ماذا لدى الأمهات للغداء؟ معكرونة بالنسبة للأم الغنية. مثالي. شعرية فورية بالنسبة للأم الفقيرة. أوه! هذا مرة أخرى. هل هذا حيوان؟ لديهم أرجل مشعرة. إذن يحتاجون إلى مساعدتنا. أوه! توقفي! لولا! آسفة! هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى شيء ممتع. ماذا عن بطاطا للعب باليدين؟ عفواً، الدفع من فضلك. خذ أموالي يا صغيرتي. تعالي إلى هنا. اشتريت لك شيئاً ممتعاً. واو، رائع. ما هذا يا أمي؟ بطاطا شعرية. الآن يمكنك قطف شعري كما تريدين. ماذا يمكنني أن أفعل؟ أوه، ربما أستطيع استخدام القطة المضغوطة من خلف هاتفي القديم. لنخيط شعراً كافياً عليها. تعالي وانظري ماذا صنعت لك. واو، قطة مشعرة. انزعي هذا بدلاً من شعر ساقي. حسناً. أليس هذا ممتعاً؟ انظروا كم هو لطيف. هل أنتم مستعدون؟ هيا نفعل ذلك. أوه لا، أطفال أشقياء جدا. أوه لا، الأمهات غاضبات جدا. سيعلموهم درسا. اهربوا. هل سوف تتوقفون عن الجري؟ لنصادر ألعابهم. ولنفعل شيئاً بشأن ذلك. يبدو أن الأمهات قد فكرن في شيء لإسعاد أطفالهن. لنشمل بعض شخصيات راديو وبعض من أصدقائي الصغار أيضاً لجعل الأمر أكثر متعة. العمل الجماعي.
لم ننتهي بعد، تحققوا من هذا. مسدس يونيكورن، لنشحنه. انضم إلينا، خذيه. أوه، أنا لم أحصل على لعبة، أريد واحدة. أوه، لا يمكننا تحمل سعرها، لكن لدي خطة أفضل، سأصنع واحدة لك باستخدام الكرتون والورق المقوى. يمكنني صنع مسدس رخيص خاص بك. وهيا لنستخدم الورقة المجعدة لشحنه. ماذا عن هذا؟ واو، شكرا يا أمي. هيا اذهبي وجربيها. انظروا، لدي مسدس فضائي صغير، رائع، صنعته أمي لي. حان وقت اللعب، الآن اختاروا أهدافكم. مرحبا هاجي، واو، هذه الكثير من الألعاب. خذ البعض. ليس نوعي المفضل، مملة جدا. أوه، شكل أناناس. لا يمكنك صنع شيء كهذا. من قال لا أستطيع؟ لدي علبة العلكة هذه. حسناً، لا يزال هناك بعض العلكة بداخله، إذا سأقوم بمضغها. حسناً، لا تنزعجوا، إنها علكتي على أي حال. تدا، لقد صنعت هذه الأناناس من ورق مقوى، وسوف نضع علبة العلكة هنا. الآن تلك العلكة التي مضغتها عادت إلى الداخل هنا، ولونتها باللون الأصفر. مرحباً، أتريدين هذه اللعبة؟ إنها لك مجاناً. مجاناً؟ حقاً؟ مجاناً. دعونا نصنع شيئاً مبتكراً. نخلع العيون من لعبة هاجي ونلصقها على قطعة الأناناس هذه. انظروا، لعبة هاجي بالأناناس. يا حبيبي، واو، يا انظري، صنعتها بنفسي. ها، لعبة رخيصة. تعرفوا على كلبي اللطيف. آه، ولدي هدية، كلب أنبوبي هذا، ممتع ولطيف، يأتي بألوان مختلفة أيضاً. جمعتها كلها. حسناً، هذا يبدو رائعاً. ربما يمكنني فعل شيء بهذه الشرائط الورقية الملونة. تحققوا من هذا. جسد وواجه. تدا، قرن. نزيل عين وحيد القرن هذا. ألصقها هنا ونرسم بقية التفاصيل. قطر ورقي مرن يدوي الصانع. لقد صنعت نسخة الكلب أيضا. ما رأيك؟ كلبي لا يلعب معي حتى. كرة ضغط ناعمة جدا وملونة. حسنا، لنجعل الأمر أكثر متعة، نضع بعض اللماع عليها ثم نعصر. أتريدين رؤية شيء رائع؟ لنقص هذا، مريح جدا. يمكنني أيضا صنع شيء كهذا. سنستخدم هذا السلايم ونخلع الأشياء اللطيفة هذه ونضعهم داخل البالون. هي صغيرة جميلة، وسنصطاد بعض اللماع، نسكبه على البالون. نعصر بعضا من معجون الأسنان. آه، مرنة جدا. يبدو أنه يحتاج إلى شيء آخر. أوه، انظروا من هذا، الجوارب القديمة مهترئة. كرة
ضغط يدويه الصنع. اكتمل المشروع. وهذا لمجرد ازعاجها. هذا ناتن. نعم اعرف. مفاجأة. رائع، بيضة الشوكولاتة. سأحطمها. تحققوا من هذا. بولي باندا، لطيف جدا. انظروا كيف يتأرجح. أوه، يمكنني صنع واحد كهذا. سأستخدم الخرزة من سواري. وهذا هنا. سأضعه في بالون. نضيف واحداً آخر. نؤمن الخرز بهذا الشريط المطاطي. ونقلبه من الداخل إلى الخارج. الآن ننفخ فيه. ونربطه. و انتهينا. أصبح لدينا لعبة بولي باندا يدوية الصنع. إنها ممتعة كغيرها. هذا ليس عدلا. لديها نفس اللعبة تماما. الآن أخبرونا برأيكم يا مشاهدين. مفاجأة، الحلقة الدوارة. جميلة، تبدو أنيقة وراقية. إيو، توقفي، تبدو هذه رخيصة. أو لا، خطوة خاطئة. ماذا فعلت؟ خذيها. حلقة مفقودة. يمكنني فعل شيء حيال ذلك. حسناً، لنفرغ الطاولة. ونطبعها هنا. الآن الجزء الممتع. نضع بعض الغراء الساخن في القالب إلى أن يمتلئ. ثم نصب بعض اللماع. المزيد من اللماع. دوارة ذات مظهر أنيق. انظروا، لقد جعلتها تبدو أنيقة. تبدو راقية. أعترف بذلك. إنها لا تدور، لذلك عمليا هي أقل تقييما من الحلقة الحقيقية. هاجي يقضي اليوم كله معي. أتمنى أن أحصل على هاجي أيضا. هاجي، امسحيه. خذ المنشفة. أعطني هذا. إيو، مزعجة جدا. لا يمكنني استخدامه بعد الآن. أوه، كريمة مخفوقة. لذيذ. لدي فكرة. سأفعل شيئا بهذه المنشفة الزرقاء. أيمكنكم التخمين؟ سأستخدم هذا الإسفنجة أيضاً. هذا صحيح. رحبوا بهاجي واجي الجديد. انظروا. ماذا؟ انضم إلينا. لنتعانق. تعالي وانضم إلينا أيضاً. مستحيل. أنا خارجة من هنا. أوه، هذا يبدو ممتعاً. حالة طارئة. باربي الحامل على وشك الولادة. أو لا، نحتاج لطبيب. سأفعل ذلك. أعطني القناع الطبية الذهبية والقبعة. أستطيع فعل ذلك. سأتحقق من نبضات قلب الطفل. شيء ما غير صحيح. أعطني المشرط. لنقم بذلك. من فضلك أنقذيهما. لا تقلق، تمت العملية بنجاح. ما هي باربي مع ولدها الصغير؟
الآن يمكنها أخذ طفلها إلى المنزل. أوه حسناً، هذا يبدو ممتعاً. شخص ما رمى باربي هذه هنا. آه، سأنقذها. هل أنت تمزقينها؟ كلا. مشروع إصلاح آخر. تدا، الآن تبدو وكأنها جديدة. آه، من أجل البطن. سأستخدم بعض القطن ووضع الطفل فيه ونلصقه هنا. لنستخدم بعض الألوان لتزيينها. باربي حرية البحر الحامل. يا رفاق، ما رأيكم؟ أوه، رائع. مرحبا، سألد قريبا. 5 نجوم مثل الدميتين. رائع، كرات ملونة. إنها تلتصق ببعضها، ما يجعل اللعب معهم أكثر متعة. واو، لنرى ما إذا كانت تتعلق على الحائط. أجل. واو، هذه لعبة مسلية أخرى. إنها طريقة أخرى للعب معا. لنرميها عليها. إنها تلتصق بها أيضا. ما هذا؟ كرة نسيجة. أيمكنك صنع شيء كهذا؟ أها، لنضع بعض الصابون السائل في وعاء من الماء. لماذا؟ لنرى، سأحتاج بعض البالونات. نغمسها محلول الماء والصابون. نتأكد من غمسها بالكامل ثم نتركها تجف. نفعل الشيء نفسه مع البالونات الأخرى. واو، ألوان رائعة. لا أطيق الانتظار لرؤية النتيجة النهائية. بالون النسج يدوي الصانع. أنظري، إنها تلتصق ببعضها البعض. ولأنها يدوية الصانع، يمكن صنع الكثير منها لتحويلها إلى فستان. يا لها من حرفة إبداعية وممتعة. تحققوا من هذا. كرة ضغط ذهبية. نجربها. واو، تبدو ممتعة. ماذا يمكن أن نفعل بها أيضا؟ نمزجها معا. هذا يشبه مضغ العنكة. أوه، أنا أحب مضغ العنكة. أوه لا، لا يمكنك أكل ذلك، إنها ليست عنكة. أبصقيها. لا تأكلي أي شيء يشبه الطعام. ماذا لو صنعت شيئاً ممتعاً كهذا ولكن قابل للأكل؟ لنذب هذه الشوكولاتة البيضاء وننفخ هذا البالون. نغمسه في الشوكولاتة البيضاء المذابة. تبدو لذيذة. ننتظر حتى يجف. نصنع المزيد. لست متأكدة مع هذا. أعتقد أنها صنعت شيئاً ككرات الضغط الذهبية. ما زلت لم أفهم. إذا لماذا لا تجربيها؟ خذي. أو حقاً؟ آه، هذا ممتع. إنها مرنة وجميلة وكلاهما مستمتع بهذا. 5 نجوم للبالونات. 4 نجوم لهذا. ديناصور كرتون. أنا أمزح، انظري إلى ما لدي. بيض ديناصورات. إنها تأتي في ألوان مختلفة. ليس ذلك فحسب، إنها تعمل كأوعية حلوى صغيرة أيضا. رائع، بيض ديناصورات وحلويات. ممتع ولذيذ. هناك المزيد. لنرش بعض اللماء عليها. جاهزة. أيمكنكم تخمين ما هو التالي؟ انفجار اللماع. جميل. أوتش أوتش أوتشو. هذه الفقاعة الخضراء الطائرة.
ممل. لنجعله شيئا ممتع. وكيف سوف تفعلين ذلك؟ سأقوم بلفها حول أنبوب مناديل الحمام. ثم ألف الأنبوب ببعض الورق الملون. وبالون صغير. مستعدون؟ لعبة جميلة يدوية الصانع. أتسمين ذلك متعة؟ نعم، إنها تستمتع، أليس كذلك؟ ما هو تقييم لعبتك؟ 5 نجوم. إنه مريح للغاية. أريده لنفسي، لكن حسناً، تفضلي. شكراً. خذ. ومن أجلك، لقد صنعت هذا الشيء بنفسي. خذي. أوه، شكراً لك. مريح جداً. إنهما تنامان بسلام. يمكن للحارس أن يستريح أيضاً. يجب أن أنظف جيداً. فقط انظروا لوشمي الجديد. أريد واحد. رائع. خذ، سأدفع المال. ليس لدي أي نقود. كلا، أقرب عن وجهي. تباً. لكن لدي فحم. يمكنها صنع وشم مزيف. مدهش. حسناً، لنرسم لك وشماً. حسناً. فلننتظر الآن. هذا مؤلم. لقد أهدت ذراعي. أنا جائعة. يمكنني أكل الذهب؟ لا. يوم. أنت أتريد المال مقابل الطعام؟ حسناً. رائع. أوه، شكراً لك، أنت الأفضل. أريد طعاماً. أنا جائعة جداً. يوم. سأسرق هذا. أين ذهب طعامي؟ أرجعي. لا. أعلم أنك أردت سريرا جديدا للطفل. ها هو. أوه، رائع. لا يبدو مثل الصور. غير. حسناً حسناً، يمكنني إضافة بعض الزخارف وبعض الوسائد. واو، رائع، أعجبني. سرير طفل الفتاة الفقيرة لا يبدو جيداً. لا بأس، يمكنني تزيينه أيضاً. لنرى. عمل رائع، يبدو مذهلاً. ماذا؟ أريد ذلك أيضاً. أعطني إياه. أوه، ساعدني، ساعدني. أنا هنا. أريد الوقوف. تهانينا. ادفعي، ادفعي. إنها تلد. تهانينا. حسناً،
أفعل هذا؟ أوتش، هذا صعب. أنا أعرف، لنرى ماذا يوجد في حقيبتي. ما هذا؟ هذا مساعدي الصغير، سهل جدا. تم حل المشكلة. لا أستطيع فعل هذا. كيف وصل هذا إلى شعري؟ لدي فكرة. ياك، من الأفضل تركه هناك. وداعا. أوه، انظروا لهذا. الفتاة الغنية تتعلم كيفية لف طفلها. الفتاة الفقيرة أيضا. يمكنني المساعدة. انظرا لهذا. واو، ماذا؟ رائع، أريده أنا أيضا. أنا رأيته أولا، صحيح؟ نعم، فقط ضعي نقودك هناك. فلننتظر الآن. مرحبا يا صغير، هذا لطيف جدا. الآن دوري. حسنا. ما هذه الرائحة؟ حسنا. لا أستطيع الوصول لقدمي لتنظيفها. أين مساعدي؟ أنا هنا. نظف قدمي الآن. حسنا، ضعي قدميك هنا. واو، شكرا جزيلا. قدمي تبدو جميلة جدا. إيو، قدمي مقززة، لكن لا يمكنني الوصول إليها لتنظيفها. سحقا. لا 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 لا، انظروا لهذا. تنظفت. ذكي جدا. يم. لا أستطيع الوصول لهاتفي. ماذا حدث؟ التقط هاتفي. حسنا، تفضلي. ليس بهذه السرعة. ضعي هذا حول رقبتك. لكن لماذا؟ لم يسقط. لا، لقد أسقطت هاتفي ولا يمكنني الوصول إليه الآن. لدي فكرة، لنستخدم هذه الأصفاد وبعض شمع الأذن. انظروا، أمسك به. مرحباً أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.